خليني اسمع وجهة نظر اخواتنا في غانا. طبعا المنافس الاول، كتير شايفين ان المنافسه على صداره المجموعه هتكون ما بين مصر وغانا في المجموعه الثانيه. نسمع وجهة نظر جودوين اترام، طبعا مهاجم سموحه السابق ومهاجم الشباب ونجم كره القدم الغانيه، ضفنا في السادسه النهارده. مساء الخير، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك. Thank you very much, شكرا جزيلا لكم على استضافتي في قناة الأهلي، وخصوصا على منحي هذه الفرصة أن أحلل وأن أقدم معكم هذه الفقرة. أنا ممتن جدا لتواصلي معكم. طيب خليني أبدأ معاك بنسخة منتخب غانا اللي هتظهر في كوت ديفوار ومع مصر طبعا في نفس المجموعة. استعدادات المنتخب والتغييرات اللي حصلت على الأسماء اللي هتشارك في النسخة اللي جاية من أمم أفريقيا. Well, thank you very much once again. شكرا مرة أخرى. وأعتقد أن لدينا حوالي 55 لاعب محترف في غانا قابلين أن ينضموا للقائمة، خصوصا أن عندنا كثير من التعويضات للإصابات التي حظينا بها الفترة الماضية مع الأندية، فبالتالي كان لدينا 55 لاعب جاهزين، ولكن الآن لدينا 27 لاعب مع المدير الفني. وغدا غانا تلاعب ناميبيا، ومن هذه المباراة سنرى استعدادات غانا جيدا. وأعتقد أن المدير الفني هو الوحيد المسؤول عن الاختيار، هو أكثر الناس ذكاء في الاختيار، وأعتقد أنه اختار القائمة الأفضل. وأنا أعتقد أنه لا أحد يقوم بالمهمة بدلا منه، وكل ما علينا هو أن ندعم قرار المدير الفني للمنتخب. بعد البطولة ربما نتكلم عن الاختيارات إن كانت خاطئة أو صحيحة. إزاي بتشوف المنافسة بين مصر وغانا، ومن مجموعة بتضم مصر وغانا وموزمبيق وكاب فيردي أو رأس الأخضر، مين المنتخبات اللي ترشحها للتأهل عن المجموعة؟ دائما المنافسة تكون بين مصر وغانا. حينما نصل لهذا المستوى في البطولة فهذا معروف على كل المستويات، مصر وغانا، الكاميرون، سنغال، نيجيريا، ولكن الأكثر حظوظا مصر وغانا في المجموعة، وكل الفرق تريد أن تفوز، ولكن مصر اعتادت على الفوز بالبطولة مرات عديدة. فبالنسبة لي مصر ستكون منافسة، مصر دائما تكون منتخب محترم في هذه البطولة، ودائما غانا ونيجيريا طبعا، ولكن نتحدث عن المجموعة. دائما تكون مصر وغانا من وجهة نظري كالأول والثاني على الترتيب، ولكن كرة القدم تتغير الآن. كل الدول وكل المنتخبات والمدربون واللاعبون يتغيرون على مستوى التكتيك وعلى مستوى المباريات. إذا نظرت الآن ونظرت لكل الجوانب ستجد أمور لم تكن تراها من قبل. فالآن حينما تلعب الآن ولم تكن ملتزما أمام فرق أصغر منك، فبالتالي ستحدث المفاجآت. ولكن مصر وغانا دائما المرشحتان للصعود من هذه المجموعة. ده عن المجموعة. طب لو سألتك رأيك في أكتر الفرق أو أسماء المنتخبات المرشحة على الأقل للوصول للمباراة النهائية، إذا طلبت منك تختار الأربعة مثلا اللي هيوصلوا للمربع الذهبي، أو اللي من وجهة نظرك عندهم فرصة للمنافسة على اللقب؟ أعتقد أن الأربع منتخبات من وجهة نظري التي تكون مرشحة للصعود لقبل النهائي، الجميع لديه الآن لاعبين على أعلى مستوى، ولكن الاستمرارية هي من ستحسم المواجهات. لا تنسى أن هذه بطولة مجمعة، يوجد الكثير من الفرص لجميع المستويات. الجميع يريد أن يفوز، الجميع يريد أن يفوز بالبطولة، ولكن يجب على المنتخبات المؤهلة أن تظهر هذا على أرض الملعب.
ولكن البطولة المجمعة تكون صعبة، لا نستطيع أن نستحق على مستوى الأسماء والنجوم اللي بتشارك. يعني في كل منتخب من المنتخبات الكبيرة هناك نجم الحقيقة ليه حضور على المستوى العالمي، إذا كنت بتكلم على منتخب مصر هناك محمد صلاح، إذا كنت بتكلم على نيجيريا هناك فيكتور أوسيمين، إذا كنت بتكلم على المغرب هناك أشرف حكيمي، الجزائر رياض محرز إلى آخره. هل بتشوف أنه منتخب غانا رغم وجود عدد كبير من المحترفين في اسم أو اتنين ممكن يقود غانا للمنافسة على اللقب، ولا شايف أنه التشكيلة أو التركيبة الحالية للجيل ده من المنتخب بتعتمد أكتر على اللعب الجماعي أو على الشكل الجماعي للأداء؟ نعم، أعتقد أن كل هذه الأسامي التي ذكرت قادرة على قيادة منتخباتها. نعم، أسماء كبيرة. منتخب المغرب في كأس العالم أظهر مستوى رائع ومؤهلة جدا للفوز بالبطولة، ولكن حينما يأتي ذكر اللاعبين لدينا في مصر محمد صلاح، تريزيجيه، النني، لدينا قدوس في غانا، لأن اللاعبين شباب أيضا قادرة على صنع الفرق مع غانا، ولكن كبطولة مجمعة الجميع قادر على الدفاع عن اسم منتخبه، وكل فريق لديه الفرصة. لدينا فرق تحليل، لدينا مجموعات تعمل على أعلى مستوى، ولدينا مدربين قادرين على قيادة لاعبيهم، وكل الفرق الإفريقية وكل اللاعبين الإفريقيين قادرون على المنافسة والفوز بالبطولة. أعتقد إذا لم تتحلى باللاعبين الأكفاء للفوز بهذه البطولة فأعتقد ليس لديك فرص. طب جودوين، خليني أسألك، كان في تصريح ليك في واحد من المواقع الغنية قلت فيه: أبكي كلما تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الملاعب الأوروبية. إيه حقيقة التصريح ده، وإيه السبب اللي خلاك تقول الكلام ده عن النجم المصري محمد صلاح؟ شكرا لك على هذا السؤال. أنا قلت هذا لأني لعبت مع محمد صلاح، وحينما كان لاعبا شابا، وأيضا سامويل أفوم حينما كان لاعبا شابا، وحمودي أيضا كان موهبة رائعة في أعلى مستوى، وأيضا محمد النني، وكل منهم ذهب إلى سويسرا وكان لديه مستوى الاحترافي واستمر فيه. أنا لعبت مع كل هؤلاء اللاعبين وتمنيت أن أكون وكنت لاعبا مثلا أعلى لهؤلاء في يوم من الأيام. حينما ترى محمد صلاح يصعد ويتطور، والنني وحمودي في هذه الفترة، وكنت أبكي وأقول هذا حيث أنتمي. أنا تمنيت أن أكون في هذه المرتبة، أن ألعب في أعلى مستوى على مستوى العالم. حينما أرى محمد صلاح والنني وحمودي في هذا الوقت، أو أي لاعب، ولكن كل هؤلاء الشباب استطاعوا الصعود لهذه المرتبة بالعمل الشاق والاجتهاد. طب ده كان لقائنا بجودون أترام نجم منتخب غانا، وبالمناسبة كان لاعب، طبعا لاعب في الدوري المصري وشارك مع فريق سموحة وتألق في الدوري السعودي مع فريق الشباب. بشكرك شكرا جزيلا، مع كل التمنيات الطيبة طبعا لمنتخب غانا.